انا مرأة كابابل ميغ نعرف شو نعمل في حياتي. ان شاء الله فما القانون التونسي وفما القضاء التونسي وفما اللي اكثر منهم الكل فما ربي اللي هو ان شاء الله يظهر حق بنتي على قريب. ان شاء الله المشوار كان صعيب برشا، تعبت ماديا تعبت معنويا، اما نقولوا ديما الحمد لله ما استحقيت حتى انسان. واجهت المرحلة وحدي، أكيد أنه كان الناس برشا 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 معايا، وقفوا معايا معنويا برشا 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 برشا، عباد قرب ليا برشا اللي بالحق علاقتي بيهم قديمة، ونحب نشكرهم بهالمناسبة. أول حاجة نحب نشكر من قلبي من أعماق قلبي، نحب نقول للإنسان اللي أنا نحبك برشا أميرة تحبك برشا. الإنسانة هذية ماهيش إنسانة عادية بالحق، هذية امرأة ماهيش امرأة مش خاطرها امرأة دبلوماسية وإلا خاطرها امرأة مثقفة ولا خاطر امرأة ناجحة، لا هي أم قبل كل شيء. هي كانت تتعامل معايا وتحكي معايا تقول لي أنا أم أنا امرأة تونسية. المرأة هذية ورتني تونس في أحسن صورة، معناتها شجعتني على القضاء التونسي اللي كان ديما تشجعني وديما تقولي حق بنتك يا خولة، أمانة في رقبتك ما تتعبش. وين نتعب وقولها سيئة راني ما عادش نجم، تقولي لا. الذكر أميرة كانت واقفة معايا وقولها راني تعبت، راي بنتي تعبت بالحق. أميرة تعادت فترة معناتها صعيبة متاع صحة، وكل الحمد لله اليوم كنت تقولي أنا زادة وليدي هكيكة، خاصة ملي سمعت مساج متاع إنسانة متدينة قال متدينة اللي بكل استهزاء معناتها بكل فرح تقولي أنا اللي نحكم، وتقولي أنت تبوس في يدينا على خاطر بنتك، وتقولي أبوها يتمنى لها الموت، يدعي يتمنى لها الموت بكل فخر ليها وليه. نحب نقول لهم العالم هذوما، نحب نقول لهم بيانتو إن شاء الله ربي يظهر الحقيقة، وإن شاء الله كل إنسان كيفك وكيفه ترجعوا لحجمكم الطبيعي إن شاء الله، وترجعوا لأصلكم بيان سور، خاطر أكيد أنه كل واحد بيشرجع لأصله في الآخر. نحب نقول نرجع بين قوسين، نرجع للمرأة هذه. المرأة هذه وقفت معايا من أول فترة حملي لليوم اللحظة هذه اللي أنا نحكي معاكم. نحب نقول لكم اللي المرأة هذه وجهتني التوجيه الصحيح، وراتني صورة كبيرة ياسر على القضاء التونسي، هي صورة نظيفة. قالت لي ما تخافش، قلت لها ما دام راني ما عندي حتى فكرة لا على القضاء لا على حتى شيء في تونس، أنا تغربت كمان معناتها صغيرة كانش عندي حتى فكرة. اليوم فهمت اللي بالحق مازال الخير في الدنيا، مازالت وزارة الداخلية نظيفة، مازال القضاء التونسي نظيف، مازال الخير في الدنيا بالحق. المرأة هذي تمثل تونس في أحسن صورة، وأنا من قلبي نشوفها في أعلى المراتب. المرأة هذي وقفت معايا ومع برشة توينسة في كندا، برشة توينسة كانت تضحي بمشاريعها الخاصة، كانت تضحي بوقتها، كانت تضحي بصحتها، فقدت أمها وما تخليتش عليها، تعديت بمشاوير صعيبة في حياتها وكانت ديما باتصال بيا وبأميرة، دلت أميرة بنتي، دعات لها تقول لي راني ندعي لها في سليتي يا خولة، خاصة ملي بالحق سمعت المساج. اليوم نحب نقول القنصل تونس، سعادة قنصل تونس في كندا مدام لم يسيرة، نحب نقولها إلنا الفخر وشرف اللي أنا شخصيا ساعة تعرفت عليك. نحب نقولها أنت أحسن مرأة عيني وأحسن مرأة يمكن مثلت المرأة التونسية البرة، أنت أم وأنت حاجة بتربي وأنت إنسانة عظيمة، وأنت تخدم في تونس بقلب ورب، وإن شاء الله ربي يفضلك وليداتك، وإن شاء الله أنا ردهولك وأنا نحبك، وإن شاء الله كما وعدتك أنا باش نكمل الحارب وباش نكمل ناخذ حق أميرة إن شاء الله كما وعدتك، حتى كان نوصل للموت أنا باش نكمل إن شاء الله. نحب نقول سعادة السفير السابق سيد رياض السيد اللي تعامل معايا، سفير تونس بكندا بيان سور، اللي تعامل معايا كأب بالحق، كأب كان ديما يتصل يسأل عليا وعلى صحتي وعلى بنتي،
كان ديما يوجهني زاد التوجيه الصحيح. نحب نقول له شكرا. اكيد انه برشا 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 صحابي مانيش باش نجم نذكر الناس الكل الا ان شاء الله من بعد ما نكمل بيانتو المشوار قريب يوفى. نحب نقول الحميتي وحموية القدم اللي هما من الجنسية المغربية اللي بنتي تولدت على ايدها، السيدة ايسيا التونسي والسيد عبد الغفور مولين اللي كانوا ديما يقولوا لي اميرة اختي ياسين اميرة بنتنا، اللي وقفت معايا في ولادتي، حميتي اللي بنتي تولدت على ايدها، اللي دخلت معايا حتى لسالدة كوشنو، اللي طيبت لي، اللي جابت لي، اللي عملته. ان شاء الله نحب نقول لهم احنا عشرتنا كانت كبيره وعشرتنا كانت نظيفه وانا كنت في المستوى وانتم زيدا. انا نحبكم على قد محبتكم لولدي، وانتي بالحق مدام اسيا بالحق انتي عوضت لي ماما بالحق، عوضت لي امي في فتره معينه من وليدتي. نحب نقول لهم ميرسي بوكو. صحابي الكل خاصه اسماء يونس، اسماء يونسي بن يغلان، نحبك انت اختي مكسة حجي، كلثوم شيخة، امال بجاوي، الكل. نحب نشكر برشا رجال اعمال في كندا، برشا 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 رجال اعمال في كندا، السيدة بيبو عزي وحرمو، احمد معمر ومرتو، وان شاء الله نقولها ماريا ان شاء الله الاميرة تطلع كيما الاميرة بنتك. برشا معناتها اكيد اني مانيش الاخ والحبيب عشيري بالحق عشيري مهدي سليمة. نحب نشكر